بحضراتكم من جديد. واحنا طبعا سمعنا في الايام اللي فاتت عن تعديلات جديده في قانون المرور، والتعديلات دي هي متعلقه بنقل ملكيه السيارات المستعمله وتحديد فتره 3 شهور لنقل ملكيه السياره بتوكيل واحد فقط. وده طبعا بعد ما كنا ان احنا ممكن نشتري العربيه بتوكيلين او اكتر. لتوضيح اكتر بقى عن التعديلات الجديده فضيف فقرتنا هو سياده اللواء مدحت قريتم مساعد وزير الداخليه الاسبق لقطاع الشرطه المتخصصه، واللي هيشرح لنا بالتفصيل التعديلات دي وكمان كل الجديد في قطاع المرور. صباح الورد يا فندم، اهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. احسن سعداء بقول حضرتك لان دايما عندك افكار جديده وخارج الصندوق يعني. شكرا جدا سياده. طب انا هبدا مع حضرتك معلش برضو لانه في ناس كتير ما خدتش تجربه بيع سياره مستعمله قبل كده. احنا عايزين نفهم الفرق في التعديل ما بين الماضي والتعديل بقى بعد ان تم، لانه برضو في لبس شويه في موضوع التوكيل. يعني انا وجهه نظري اولا في هذا التعديل لمجلس الوزراء مشكورا عمله، ان ده لصالح المواطن بغض النظر بقى اي حد يقول اي حاجه. في وجهه نظري انا كمواطن انا شايف انه صالح. انا النهارده كنت ببيع لسيادتك عربيتي بتوكيل، تروح حضرتك بايعها لمها هانم بتوكيد، تروح هنا بايعها لواحد، كل الكلام ده الرخصه ما زالت باسم انا وجميع المخالفات بتجي لي انا. ولا قدر الله لو في اي حادث جنائي او حادث عرضي او الكلام ده، الناس تروح جايه قبض عليا انا، انت عندك عربيه يا جماعه انا بعتها، مين قال انك بعتها؟ المرور ما يعرفش حاجه. فطبعا لازم كان في تدخل في هذا الامر، في شكاوى كثيره من هذا الامر. اعتقد ان المرور كان طلع كتاب دوري من سنتين وقال توكيل من توكيل ما ينفعش، يعني سيادتك معايا طالما جيت لنا المرور بقى ما ينفعش تجدد توكيل توكيل، حضرتك لازم ترخص. فهو كل الموضوع انه قننه مش كقانون مرور، قننه كشهر عقار بس شدت بقى فيه شويه. ان انت حضرتك لما تبقى انت جاي تشتري عربيه توكيل ده صلاحيته توكيل خاص مدته 3 شهور. حضرتك تتفضل تروح المرور تنقل الملكيه، وده شيء طبيعي. يعني انت مش معقول تبقى ماشي بعربيه باسم انا ترتكب مخالفات باسم انا في الاخر. بس طبعًا في ناس كانت بتقعد بالسنه، وهقول لك ما فندم ده واحيانا لسبب يعني احيانا طبعا. طيب لو هو تاجر وحين يقول لك انا مش عايز اروح ادفع بقى تاني دلوقتي فيستنى. طب انا كمواطن بعتلك كان ذنبي ايه؟ صحيح. طيب في كمان حاجه في قانون المرور سيادتك ما اعرفش الناس عارفها ولا لا، ان حضرتك لو ما جيتش ترخص في الميعاد بتاعك وليك 30 يوم، عشان برضو في اشاعه طالعه 30 يوم متلغوا، ما تلغوش ده قانون محدش يقدر يلغيه. ليك 30 يوم تستطيع تجدد فيهم الرخصه بعد انتهاء الرخصه تاريخ الترخيص اللي عندك 30 يوم. طب ما جيتش هيعتبر اتعمل لك اسم المرور بتاعنا، هيعمل لك محضر تبديل لوحات، ويجوز ان السيد القاضي يديك غرامه او يجوز يديك فيه شهر حبس. طب انا بقى كمواطن سيادتك انا بعت لك عربيتي وتمام وبدالك رخصه سريعه، سيادتك بقى ما خدت العربيه وما رضيتش تجدد، انا ذنبي يجي لي هذه المخالفات وجنبي اخد حبس شهر. صحيح هروح بقى واثبت نفسي ان انا معايا عامل له توكيل وانا دي بتاع. طب ما اقول لك مش موثق. صح. هتقول لي توكيل ده توكيل للبيع، هل هو اشترى؟ هتقول له معايا عقد بيع ابتدائي. طب ما هو مش موثق. التوكيلات دي بقى بتوثق عادي في الشهر العقاري ولا لازم في المرور؟ لا في الشهر العقاري. المرور عامل خدمه مميزه في بعض ادارات المرور ان عاملين مكتب شهر عقاري في المرور. تمام. لكن اي شهر عقاري سيادته تفضل يعمل فيه ممكن تخلص الموضوع. بالظبط. التعديلات اللي حضرتك قلتها دي تعديلات ولا ده كان قانون موجود ومش مفعل؟ لا دي تعديلات في الماده 19 وماده 22. لان برضه كمان حياتي عملها كمان حتى في التوكيل العام، التوكيل العام للشخصيات الاعتباريه، الشركات مثلا بتعمل توكيل عام لاداره المركبه دي، فخلاها برضه مقترن بسنه. احنا ما نعرفش الشركه دي ما زالت قايمه ولا فلست ولا عملت ايه خلافه، فخلاها كل سنه يجدد التوكيل بتاعه. توكيل رسومه هايفه يعني، التوكيل ما فيهوش حاجه يعني. طب وموضوع تبريد اللوحات ده برضه تعديل جديد. تعرف فندم؟ فكره تبريد اللوحات ده اصبح تبريد حضرتك قلت يعتبر لو انت ما جددتش رخصه. تبديل ده من زمان. ده من زمان. من زمان. فبقول لك ساعتها كان في مشاكل كتيره جدا، الناس كانت بتجي تشتكي لنا هنا. بس فكره الحبس دي ايضا موجوده. موجوده يا فندم من زمان. ده تبديد لوحات، تبديد لوحات انه بدد اللوحه. انا راجل المفترض حضرتك انه مفترض على المواطن حضرتك مش هتجدد لعربيتك مش عايز ترخص، محدش بيجبرك. ساعتها تيجي تسلم اللوحات عندنا وتقول والله انا مش هرخص العربيه دي، اذا خلاص عرفنا ان حضرتك مش مرخص العربيه دي. ساعتك عندك صلاحيه فنيه للمركبه وعايزه تتجدد او خلافه، اتفضل يا فندم انا والله عربيتي لا قدر الله عامله حادثه او هتاخد تايم كبير جدا في البتاع، فبدل ما تحاسب بهذه العقوبه يا فندم اتفضلوا لوحاتكم اهيت لغايه ما اعمل عربيتي. فالقانون مديله كل حاجه يقدر يعملها. طيب أنا من وجهه نظر حضرتك بقى التعديل اللي حصل انه يخلي مده التوكيل 3 شهور وفي صالح المواطن، لو في بعض التحفظات من قبل تجار السيارات لو من وجهه نظر حضرتك هتبقى ايه اللي بيتحفظوا؟ يعني ايه تحفظاتهم على موضوع التوكيل؟ لان تاجر السيارات حضرتك طبعا هو بقول انا مثلا
هبيع العربيه امتى؟ مش عارف. انا اشتريت عربيه ممكن تكون معايا 6 شهور، فاذا انا كده التوكيل بتاعي هيسقط وما يقدرش يعمل واحد تاني على فكره يعني. فلازم يتفضل هو سيادته على المرور عشان يعمل لغايه. فاقول لك انا هسجلها باسم ليه؟ صحيح انت معاك حق في الكلام ده، ولكن في الوقت نفسه مصلحه المواطن اهم حضرتك. يعني معنى ايه حضرتك؟ والله حضرتك بتشتري العربيه اتفضل على طول بيعها على طول، مش لازم اجيب 20 30 عربيه واركنهم عندي عشان ابيعها. طب افرض فعلا هو ما عملش ب 20 30 عربيه بس قعدت عنده شويه، الحل ايه؟ يسجلها باسمه. مصلحه المواطن هي اهم سيادتك من اي مصلحه. انا رايي الشخص كمواطن، انا كراجل معايا عربيه وعايز ابيعها، انا رايي الشخص كده. ولو سالت المواطنين كلهم هيقول لك ده احسن حاجه يا فندم. والله ده انا في بعض المواطنين كانت بتضطر تروح تدفع تسجيل من جيبها، التاني يقول لا انا مش هسجلها دلوقتي، انا معيش فلوس اسجل. يقول له انا هبيع لك، انا هروح اسجلها لك. واعرف ناس كتير كده، من هم انا عشان ما يحصلش؟ لا عشان ما انا بعت لك وتبعد عني وراح مختار المرور، انا بعت له العربيه دي. ورغم هذا المرور لما تروح له حتى انت بالتسجيل ده، ما جاش نقل الملكيه يقول لك ما زالت باسم حضرتك. بس هناخده مستند عندنا احتياطي، لكن ما زالت باسم حضرتك. لازم مواطن يجي يقول انا خدت العربيه دي وهنقولها باسمي بقى. يعني التاجر طول الوقت مش عايز يشيل مسؤوليه ان العربيه تبقى باسمه بالظبط. طب تفتكر لكن جميع المخالفات المرورية يا فندم بتيجي باسم مالك المركبه؟ صحيح الرد هيقول لك طب ما انا برضو هروح انا وادفعها وهو هيكون، طب ما انا اعمل خلاف بينك وبينه ليه؟ صح. طيب حاجه بقى خارج هذا السياق سيادتك، لو في مواطن لا قدر الله عمل توكيل لواحد والمواطن ده لا قدر الله توفى، طب التوكيل اتلغى. يجي انا بقى اشتري منك، ابقى دخلت في تزوير. طب ما هو يجي انا نفترض ان بعض الناس يعني مش كويسه او سيئه النيه، تقول لا والله انا ابونا كان بيديك توكيلك احنا ما بعناش. يبقى انا كمواطن اشتريت وقعت في القصه دي بقى، وادخل في مشكله كبيره. مشكله بقى انت مالكش دعوه بيها خالص. مش دعوه بيها، الراجل توفى. التوكيل يسقط يا فندم مجرد وفاه الموكل، ده حاجه قانونيه معروفه. طيب الاشكاليه بقى اللي ممكن تحصل بعد تطبيق هذا القانون، وطبعا احنا بيقول لك يعني سوق العربيات المستعمله هيحصل له ركود. بالظبط. هل ده هيخلي فيها ظروف؟ انا ما اقدرش احكم على هذا الامر قوي، وجهه نظري مش هيحصل. وبعدين يا فندم هو القانون ما اتطبقش لسه، ده مجلس الوزراء، ده اسم مقترح بقانون بيطلعوا الى مجلس الدوله، مجلس الدوله بعد ما يبقى يعني. طبعا احنا عايزين ناكد للمشاهدين ان احنا مش ضد انه يتطبق، بالعكس ده مصلحه المواطن هي اول حاجه الاولويه. كل الاوجه للناس يعني، صحيح. في ناس هتبقى ضد وناس مع في اي حاجه في الدنيا كده. لكن هروح مجلس الدوله، ومجلس الدوله هيبعته الى السلطه التشريعيه، هي مجلس النواب. طيب فيما يخص بقى تطبيق هذا القانون، من وجهه نظر حضرتك تعتقد انه لما يطبق اللي هو حته ان التوكيل تبقى مدته 3 شهور، هيبقى الافضل للمواطن ان انا ابيع لمواطن مش لتاجر؟ يعني خلاص بيني يعني انا مثلا عند عربيتي عايز ابيعها لحسام. بالظبط حسام، يعني هتفرق بالنسبه له، انا راجل عايز ابيع عربيتي. فيعني سيادتك عارفه جميع دلوقتي يعني وسائل التواصل موجود في اعلانات العربيات او بيروح لتاجر السيارات واماكن كثيره جدا يعني. النهارده مش لازم بس تاجر، لكن احنا ما بنضعش عيش حد يعني. يعني هو بيروح لتاجر يعني يمكن يجيب له زبون احسن. انا اقصد في حاله تعسف التجار، لو هم بقى عندهم التحفظات. لا التاجر مش هيتعسف، هو غصب عنه. قانون بقى هيتعسف، هيقول له ايه؟ يقول له والله انا تعالى انا كتاجر عايز اضمن حقي، انا اديتك فلوس، تعالى اعمل لي توكيل. امال يعني هو هيديني مثلا 200,000 جنيه او 250,000 جنيه او 300,000 جنيه حسب بقى موديل العربيه وخلافه يعني. وفي الاخر كده مش ادي له ورقه كده. طب التاجر في حاله ان العربيه قعدت عنده اكتر من 3 شهور يعمل ايه؟ بيبقى موقفه ايه بقى؟ يعني القانون في الحاله دي هو موقفه ايه؟ القانون هو تحسيته التوكيل اتلغى. التوكيل اتلغى، فهو مصلحته يعمل اجراءاته. طيب في برضه من التعديلات يعني بيقال ما هو له علاقه ايضا بالملصق الالكتروني. صح. ايه بقى التعديل ده؟ ده مشروع قديم جدا، انا من ضمن كانت احلامي وانا مدير اداره عامه مرور، والحمد لله بتوفيقه انا وزملائي بعد كده كملوا. الملصق الالكتروني ده حاجه مهمه جدا جدا، ويضع مصر في خريطه التطوير التكنولوجي للمرور. هو عباره عن شريحه الكترونيه بيسموها التاجز، شريحه دقيقه جدا تحط فيها كل بيانات المركبه. والحمد لله هو بتنافس حاليا وكل يعني ادارات المرور حاليا اللي عنده فحص فني بيركب. وانا بالمناسبه انا اسف يعني لو بناشد الناس يعني دلوقتي، حسب زملائي ما بلغوني ان اي مواطن سيادته حتى لو معهوش فحص فني يا ريت سيادته يتوجه الى قسم مرور تابع له عشان يركب الملصق المرور الالكتروني، اللي هو لصالح الدوله ولصالحه هو. على فكره ثمنه زهيد جدا، 50 جنيه مش مبلغ يعني. ده هيلزم بيه كل الناس وقت التجديد؟ ده ملزم في القانون يا فندم. ملزم، بس انا بناشد الناس اكتر مش لازم تستنى للفحص، تعال عشان ده مصلحتك. اول حاجه بتحط فيه، احنا قلنا بيانات المواطن كلها بالكامل، بيانات اسف مش مواطن، بيانات المركبه بالكامل ومين مالكها. فبالتالي المفترض ان في قوارئ اللي هي ريدرز بتركب على طول، اللي هي البيانات اللي بتبقى في رخصه السياره. بالظبط، رخصه العربيه.
حاليا بتركب الريدرز القوارئ الموجوده وتركبت في اماكن كثيره فيها لها خطه طبعا اعتقد انها على سنتين او ثلاث سنين وزاره الداخليه هتعممها على كل الطرق على كل المنافس فدي حاجه كويسه جدا ان احنا عارفين العربيات رايحه فين وجايه منين. الحاجه الثانيه الاهم بقى المواطن لا قدر الله عربيته اتسرقت صحيح هو بيبلغ النجده والنجده بتاخد اجراءات لكن ده اتوانس مجرد ما هيبلغ انا عربيتي رقم كذا اتسرقت ومش هساله بلا شاسيه وانا مطول ما خلاص ما هو موجود على طول في الضابط في غرفه العمليات بيعمل عمليه فنيه دقيقه خايف يعني أسف يعني بسيطه جدا يعني يعمل زي تاجز على العربيه مجرد العربيه متعدي على اي قارئ بتعلم عليها. اوكي السؤال الثاني بقى انا اسال المفروض انا ما اسالش لا لا لا, لا, لا بس لا عشان بالعكس لا الناس كانت بتتكلم بالعكس عايزين توضيح طبعا القوارب دي هتبقى ايه يعني هي ده القارئ يا فندم عباره عن جندري موجود كان موجود حاليا على الطرق موجود جنب اكاديميه الشرطه موجود على مدخل المطار حاليا في حتت كثيره يعني العربيه تعدي ويقرا خلاص بيقرا اوكي طيب يبقى احنا خلينا برضو ناكد على المشاهدين ان مش لازم تستنى الفحص الفني للسياره انت دلوقتي تتوجه للمرور اللي انت تابع ليها وتطلب الملصق الالكتروني وده ثمنه 50 جنيه فطبعا وده مهم ولمصلحتك عشان برضو مهم قوي موضوع سرقه العربيه حضرتك في الشركات اللي هي تعاقدت مع وزاره الداخليه متواجده مخصوص في اماكن خاصه جوه وحدات المرور عشان تركب الملصق ده فمجرد هيركبه في ثانيه هايل جدا شغل منه حاجه حضرتك كنت عايز تقول السؤال الثاني كنت عايز بقى مثلا واحد مواطن مره قال يعني كلمني يعني طب كويس جدا طب هو حضرتك بقى الحرامي لما لقى الملصق ما هيشيله يعني قلت له كويس جدا ما هو القوارئ دي بالفعل هو كويس يعني ما شال الوقت يعني فطلع لك احنا وزاره الداخليه عامله حسابها على كده البرنامج مصمم ان سيادتك لو عديت بعربيتك ما عليهاش القارئ على طول في كاميرات موجوده جنب القوارئ دي بتعمل كابتشر للصوره التقاط للصوره وتبعتها لكل الضباط الموجودين معاهم لابتوب المفروض يعني ان ده مع مش يعني مش معاك بنقص الامر يبقى مش زي يعني شبه مشتبه بيه بالظبط فبالتالي هيوقف ما هو المفترض ان احنا مش بس عشان العربيه مسروقه ده كمان عشان احنا يعني بقى في صوره اكتر في المرور وعارفين ايه العربيات المطلوبه امنيا او المسروقه أو العربية سليمة ولا مش سليمة فلما نوقف أقول له طب رخصك عشان أطمئن عليها سليمة ولا مش سليمة طب ما خلاص ما هو أنا قارئ قبلها بكيلو مثلا حط قبل الكمين اللي موجود بتاع الظابط أو خلافه خلاص هو قراها الموضوع ما خلاص ده مفيد جدا كمان زي ما حضرتك قلت مش بس في مصلحة المواطن والجرائم السرقة وغيرها لكن كمان على مستوى الأمن القومي يعني بالظبط طبعا بس احنا عايزين نوضح كمان وكده عايزين نوضح أكتر في حالة سرقة السيارات لأنه في ناس كتير ودي يمكن اتكررت مع كذا حالة وناس حتى أنا شخصيا أعرفهم إن لما العربية بتتسرق بيحصل إن اللي سرق العربية يقوم طالبه على الموبايل ويقعد يتفاوض معاه ولما بتروح تبلغ يقول لك إيه طب امشي معاه للآخر وقول لنا هتقابله فين واحنا نبقى موجودين يعني انا ايه اللي هيختلف بقى في الميكانيزم يعني طبعا انا بقول لسيادتك ما حصلش الكلام ده كان بيحصل طبعا يمكن الفتره اللي كان فيها شويه ازاز امني بعد ما ده كان بيحصل طبعا طبعا لكن الحمد لله طبعا تفوق دلوقتي الداخليه وقفت على رجلها وقفه صح يعني من 2013 طبعا والدنيا يعني اتغيرت خالص حاليا يعني طبعا وفي دوله قويه طبعا دلوقتي الموضوع ثاني خالص يعني فانا يعني بيحصل لك النادر قوي يعني لكن انا دلوقتي حضرتك مجرد عربيتي ما اتسرقت انا بلغت قلت لحضرتك في جزء من الثانيه النجده بتبلغ الضابط في غرفه العمليات بيعمل العمليه الفنيه البسيطه ان يعني يعمل تاجز على هذه السياره مجرد ما عدت علمت انها مسروقه شال الاخ ده الملصق على فكره الملصق برضه من ضمن ميزاته اذا اتشال تلف يعني ما اقدرش احطه على عربيه ثانيه او مجرد ما اتشال تلف ما ولا ينفع تركبه ثاني حتى على نفس عربيتك ثاني خلاص تلف فبالتالي احنا خلاص بقى عندنا ده شكل شايفين العربيات احنا عايزين نوضح طبعا هو ده شكل الملصق صح بالظبط كده ده هو على فكره يعني هو الملصق بس عشان يتلزق كان هو من جوه شريحه بسيطه جدا جدا تاجزه بسيطه ما فيهاش يعني ده حلو النظام ده يا فندم استوردناه منين او الفكره حصلت ازاي بص يا فندم الفكره ديت كانت فتره قديمه ولما انا ربنا كرمني توليت قياده المرور بعد كده القطاع كله عملنا مأموريات لاكثر من دوله الدول العربيه زي الامارات وخلافه يعني ده موجود في دول العالم طبعا طلعنا امريكا يعني الولايات المتحده الامريكيه واكثر من دوله لغايه ما شفنا النظام هو معمول على التول رودز اكتر هناك يعني لكن احنا استخدمناه في الطريقين وطبعا هيبقى انا عارف معلومات يعني بيقولوا هيبقى في تنسيق ايضا مع كل الطرق اللي وضعها الخدمه الوطنيه او الهيئه العامه للطرق والكباري بحيث ان ممكن تشحن التاكس ده بفلوس اعتقد هيبقى في تنسيق بكده بحيث انت بقى لما تقف وقطع كارته خلاص ما هو بيخش يقطع خلاص كمان يخصم منك يعني فلوس خلاص يبقى فيه فلوس وانا اعتقد لو ارضه مشينا في النظام الالكتروني اللي انا نفسي بحلم بيه بقى يعني اتعمل زملائي يعملوه لما نحلم الدوله تعمله اللي هو ان احنا نعمل
نلغي نظام السايس اللي في الشارع ده خلاص ونعمل نظام الكتروني اللي الناس تركن فيه والاري اف اي دي يبقى موجود من ضمن الحاجات. طب ممكن نوضح اكتر يعني ايه بقى في نظام الكتروني بيغني عن السايس اللي هو يعني هو موجود في كل دول العالم. مفيش حاجه النهارده ان واحد يوقف في الشارع ياخد الشارع ده لحسابه وهات ورا وهات قدام وياخد منك فلوس، مفيش كده في العالم. لكن العالم كله منظم الموضوع ده في منتهى البساطه. حتى انا يعني قبل كده طلعت وحسام بيه وقلت الكلام ده ان في ابو ظبي عاملاه يعني يعني دول جنبنا اهي. ففي ناس ده برضه انا اسف بس اطول دقيقه واحده اقول لك وانتوا كل حاجه يعني مفيش غير ابو ظبي دبي. طب ما احنا لو جينا نقلنا منهم تقولوا انتوا نقلتهم ليه؟ لو نقلناش انتوا ما نزلتوش قبل كده شفتوا الدول دي فيها ايه؟ طب يا سيدي احنا نزلنا وشفنا ونقول نتمنى ده يحصل. ايه اللي بيحصل سيادتك بقى؟ الدوله بتنظم الارصفه حسب مستوياتها. النهارده في شارع عليه كثافه كثيره وممكن الانتظار فيه بتاعه هيعمل تعطيل حركه مرور، وانا عايز اسمح بالمرور لحالات خاصه ممكن اعمل اقصى حاجه ساعتين للعربيه دي، ودي لها الوان معينه وارصفه معينه ولها تيكت معين يتعمل. وعلى فكره التيكت ده ممكن يبقى مكنه موجوده على الرصيف نفسه او مكنه موجوده في اول الشارع هو يقطع تيكت ويحطه الازاز فيه عربيات صغيره بتعدي تشوف عامله ولا لا، او من على الموبايل يعمل الكلام ده كله. حاجات كثيره جدا ده لو لقى مكان يحط فيه عربيته. ما هو يا فندم انت مش لاقي مكان لان النهارده العمليه مفتوحه وان في ناس بتحجز حاطه على عربيات عماله تحجز اماكن لحاول الطوب بقى والحاطط ايه والحط كلام فاضي يعني. لكن احنا الحمد لله يعني مصر كبيره جدا في اماكن كثيره متاحه لو عملنا كده. في اماكن اخرى لا ما عليهاش كثافات يبقى ممكن نعملها يقف الساعه بتمنى قد كده. في اماكن عند البيوت نفسها عند بيتي انا مش عارف اركن صح. لا دي لها الوان معينه ويبقى حضرتك الحي بيدي الراجل صاحب اللي في العماره دي فيها 10 اشخاص عندهم 10 عربيات حضرتك ادي الوثيقه بتاعتك بيحطها يعلقها على الالوان المعينه دي بيركن خلالها. طب انا جاي لي ضيف بيدي له وثيقه اخرى موجود الكلام ده في ابو ظبي يعني ده في ابو ظبي. هل هل في مشروع بقانون في مجلس النواب لا يعني للاسف ما فيش حاجه يعني انا اتمنى طبعا ان يتعمل هذا النظام. الحاجه الثانيه بقى انا كمواطن ما انا بدل ما بدفع لهذا السايس مش عايز الفاظ ثانيه عشان ما حدش حاسب عليها قانونا يعني إيه بتدي له فلوس بلا وجه حق. طب ما نديها للدوله وعربيته متحافظ عليها ومتامنه كده يعني بدل ما اديها لواحد عمال ياخد. ويا ريت هذا الرجل هو اللي بياخد ده فيه طبعا واحد تاني ومعلم تاني ومعلم تالت اللي موقف الناس دي. طب احنا سايبين الكلام ده كله ليه؟ الموضوع في منتهى البساطه يعني والاحياء. لكن انا يعني حتى ضد ان الحي نفسه يعمل تذاكر ويدي الناس وتقطع تذاكر الكلام ده يعني ما لا والناس بتروح تضرب الدفتر بالظبط كده. فاحنا بدل ما نضرب وندور بقى على جهات رقابيه ثانيه طب الموضوع بمنتهى البساطه. طب معلش اسال حضرتك سؤال. أيوه. في موضوع النظام ما الناس ممكن اللي بيسمع يقول لك طب ما احنا حاولنا نطبق النظام ده قبل كده لما كان في كوينز بتاعت وسط البلد. ايوه يا فندم ما هو انت عشان اتعطل بعد كده هذا النظام وما كملش ودول احد الشركات وشركات بقى يجي للراجل يقول طب خلاص ما تحطش انا عامل لك بالكارت بتاعي. اتعمل يا فندم النظام صح يعني احنا نعمل نظام صح. لكن انت ما تجيش على جزء من بلد تقول هعمل فيه بس. لا اعمل نظام صح وكل حاجه فالدنيا هتمشي صح. وبعدين النظام لو عطل يبقى العيب فينا احنا. العيب فينا احنا. يعني ما نقول مثلا مترو مصر الجديد عطل العيب فينا احنا. ما صنعناش المترو ده كويس ما شغلناهوش كويس فباص. يعني ما احنا كنا لسه كمان بنتكلم على السلوكيات التعامل حتى في العربات بتاعت القطارات او الاوتوبيس اللي هي بص لا في تخريب بيحصل او يعني قمامه بتترمي وتتساب يعني او كراسي بتتقطع لازم يكون لها عقاب طبعا. انا رايي كده طبعا لان شوف النهارده في طفره يعني شفت الفقره سيادتك طبعا دلوقتي طفره يعني ممتازه ومحترمه. النهارده المواطن بيركب اوتوبيس محترم بدورين او بدور واحد على مستوى عالي في النظافه يوصلوا في اماكن كثيره وخدوا خطوط كثيره جدا يعني كانت صعب من الناس تروحها بيوصل بدري وبيوصل الشروق يعني حاجه محترمه جدا يعني صحيح. انا بقى المفروض كمواطن احافظ على حاجتي انا يعني والله يعني لما بشوف المنظر ده بحس ان حاجه بتاعتي انا حد خربها لي يعني بقى بتضايق بتقهر يعني بصراحه. مثلا قطارات النهارده التطوير بيحصل فيها حرام تلاقي واحد جايب عمليه على السفنج الموجود فيها يعني لازم معاقب شديد طبعا طبعا يعني. طيب وهنا برضو هروح حضرتك ما هو يمكن الحركة دايما كنت بتنادي بيه فكره تطبيق التكنولوجيا على نطاق واسع. اولا مش بيبقى في فرصه بقى للاحتكاك بالموظف او كده وبالتالي بتبقى مجبر غصب عنك لانه كله مسجل ومراقب ومتابع. وانا عارف ان في القانون الجديد في كمان هيبقى امكانيه التبليغ بالمخالفات بالتليفون يعني هو ده جزء يعني هي مش محطوطه في القانون حاطينها الاداره العامه مرورة عملتها وبعض ادارات المرور ده مش المرور. في القانون عشان قالوا لا القانون فيه بقى ان سيادتك ملتزم هتحط رقم تليفون بتاع حضرتك سواء واتس او اي حاجه بحيث لما تحصل المخالفه هختر سيادتك في تلك اللحظه بساعات واحده المخالفه اللي انت عاملها ايه. ليه بقى هي ردع خاص ان حضرتك بقى خالفت ف يعني
تستنى بقى لما تروح للمرور. الحاجه الثانيه عشان تستفيد من القانون المرور الجديد اللي طبعا الحمد لله سيادتك تعلم ان لجنه الدفاع والامن انتهت منه تماما وخلاص انتهى، وحاليا في مجلس النواب بقى الكبير يعني المجموعه كلها عشان ان شاء الله يعمل تصويت عليه او هناك اي تعديل، وان شاء الله مش هيبقى فيه تعديل لان هو قانون محترم جدا وينقل مصر برضه الصف الاولى يعني. طيب اول ما تنقل ده قانون مرور جديد بيقول ايه؟ سيادتك لك 10 ايام تستطيع من خلالهم لما تعرف ان انت عندك مخالفه تروح تدفع وتاخد نصف الحد الادنى، فهتستفيد يعني افترض الحد الادنى سيادتك عارف العقوبات كلها نزلت دلوقتي. مثلا الشريحه الاولى بقت من 50 جنيه ل 100، فانت تعاقبته من الشريحه الاولى دي لا روح ادفع 25 جنيه. طب هل الرساله اللي بتيجي على الواتساب دي وبتقول لك على نوع المخالفه بتقول لك يعني ثمنها كام غرامتها كام عشان انت حتى ماديا تبقى مستعد؟ هيقول لك انت عملت مخالفه كذا وغرامتها كذا. على فكره يا فندم حاليا النيابه العامه عامله هذا التطبيق بس لما بيصدر الامر الجنائي، لكن الجديد بقى ده ان شاء الله قبل ما يصدر الامر الجنائي بيقول لك في مخالفه اهي، وقبل الامر الجنائي ما يصدر بالحد الادنى اللي هو 100 جنيه مثلا لو في الشريحه الثانيه لا روح ادفع 50 جنيه. يعني وقت حسنة. تحرير المخالفه هياخدوا نمرتي بقى تليفوني كمان يبعت لي يبعت لك الوثيقه. فبعد كده عارف طبعا ان في اجهزه بي دي اي كنا ابتدينا فيها من كذا سنه وحاليا تم تطوير فيها على كتير جدا موجود. بحيث ان بدايه قانون المرور ما فيش ضابط ولا امين معاه ورقه مش الكلام ده خالص، يبقى كله مطور الكترونيه. حاجات كثيره جدا لان احنا عارف احنا اول حاجه قدر من النزاهه يعني انت مش هتقدر بالظبط يعني الافضل المحترم تحسيتك من النزاهه وان القانون يطبع على الجميع وبحزم ودون بقى ان انا استنى بس انا اعرف لو بتحط طريقتهم حاجه اللي خليك معايا هو مجرد عمل سند الموضوع خلص والمهم بس ما نجيش نقول السيستم واقع. لا يا فندم لا انا عايز بطمن سيادتك ان من ضمن الحاجات اللي اتعملت مظبوطه يعني ان احنا ما كنت موجود في الخدمه فصلنا إدارة نظم معلومات المرور عن الإدارة العامة المرور أصبحت 17 مخصصة. مشكورا معالي الوزير محمود توفيق لما جه كمان خلاها إدارة عامة لأنه اقتنع تماما الإدارة العامة لنظم معلومات المرور هي القاطرة تقطر المرور لقدام ومصر لقدام. طبعا موجود سيرفر أقول لسيادتك يشيل مصر 20 سنة قدام حاليا وتم توحيد. لا في شغل كتير اتعمل جدا تم توحيد قواعد البيانات بالكامل، ما فيش اداره مرور النهارده لا فيها سيرفر لا فيها كوميونيكيشن بينها وبين السيرفر الكبير ده. لا يعني عايز اقول لسيادتك في تطوير كويس عشان نفسنا بقى نتعدى مرحله ان هو بناء عليه فندم كمان الملف من الارشيف ما هو ده بناء عليه سيادتك عارف طبعا ان في موقع اطلقته وزاره الداخليه قريب من شهرين اللي هو www.moi.government.egypt النهارده هتستطيع من خلاله حضرتك بترخص العربيه ويجي لك رخصه لغايه البيت بس لو ما كانش عليك فحص فني. طب لو عليا فحص فني بقى تستطيع ان تعمل جميع هذه الاجراءات بما فيها شهاده المخالفات بس وتكتب كده ان انا هستلم الرخصه من المرور، تروح تستلم الرخصه من هتفحص تستلم الرخصه او ممكن يجيبها لك البيت متهيألي كمان اذا كانش عندك فحص فني. وانا معلوماتي برضو ان معالي الوزير محمود توفيق حاليا سيادته مشروع القانون اللي كنا سايبينه اللي هو بتاع محطات فحص فني الالي سيادته بيدرسه قوي جدا وان شاء الله يطرح قريبا، وانا بتمنى من الله ان يتم طرحه قريبا بحيث بقى نمنع بقى المواطن اللي متضايق يروح انا ما تعرفش حد يروح مرور اصل انا عندي فحص النهارده. لا 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 حضرتك تروح محطات فحص فني قالي وانت قاعد وتدفع الفلوس هنوفر الطاقه والوقت والمجهود هو معمول اساسا المشروع كنا عاملينه عشان نوفر عدد الرحلات الموجوده جوه مصر. صحيح يعني احنا بنشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا على انا بس نقطه صغيره انا اسف لو عايز اطول بس انا اظن الناس ان ارجو مش كل حاجه تقراها على الميديا تصدقها طبعا طبعا يعني احنا على طول بنأكد على الموضوع تسمع بقى كلام ان قانون مرور جديد فيه مش عارف ايه وفي ايه وانا هقول بس انا اسف لو حاجه شخصيه مرت عليا بالنسبه لي انا فوجئت مثلا من شهر طالع كده منشور وانا لابس ميري وانا طبعا لابس ميري من 2014 انا كنت بساعد وزير اللواء قريطم يقول المواطنون سعداء بتطبيق الغرامات عليهم طبعا خدت شتيمه انا ما شبعت يعني انا ما قلتش كده خالص اصلا بقى كمان خالص ولا قلت الكلام ده خالص ده صحيح. كان موضوع قديم مع الاستاذ لميس الحديدي وكانت 2013 شو تخيل ما نزلنا 2019 الاشاعات حاجه من زمان قوي يعني معاها وبتقول لي يعني عايزينكم تبقوا متواجدين وتشد حيلكم وكده فقلت لها والله ده احنا سعداء ان احنا موجودين طالما الناس عايزانا نقف بقوه ونطبق قانون بحزم على الجميع وبشكر طبعا الناس المحترمه في مصراوي وغيره اللي نزلوا تكذيب هذا الخبر بس بقى اللي يضايقك ايه بقى اللي الكام وعشرين الف الشير اللي اتعملوا دولت اللي موظف الشير بقى ده كان بقى شير لما الناس نزلوا الخبر لا ما ينفعش الخبر ده فانا مش عشان انا مدحت طب الناس بتهاجم الدوله لكن انا ارجو ان الناس تاخد بالها كويس جدا جدا تاخد من مصادر موثوق بيها صح لان قانون مرور وتصبر على نفسها شويه مش اي بوست قانون مرور جديد اللي هينزل ده
قانون محترم والغرامات كلها اتخفضت للنص، مفيش كلام ده خلاص اللي بيتقال ويقول لك بقى اللي مش عارف بياكل واللي مش عارف يلبس ايه، مفيش الكلام ده خالص يعني اتخفضت. احنا طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخليه الاسبق لقطاع الشرطه المتخصصه، نورتنا وصباحك صباح الورد. انا بشكركم جدا على الاستضافه وبشكر على حسن سعه صدركم لكل كلامنا يعني. نورتنا دايما كالعاده وبنشكر افكارك دايما خارج الصندوق زي ما بنقول. بشكرك شكرا جزيلا. نروح معاكم الفاصل، بعد الفاصل بقى ايه قصه كليه الاعلام، تخش كليه الاعلام ولا تخاف بعد الفاصل.